بارك الله. استغرق يقولوا لي مليون و 40000. بارك الله. ياك ياكل بسواد وينظر بسواد ويتمشى على سواد. الله مليح. شحال من راس خويا عبد السلام؟ 26 راس. الله يبارك تبارك الله. سلي عن قيه الخوت. اللهم بارك تبارك الله. وكل شيء تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. 8300 درهم 166. سير سير الله يسر سير. هذا البيض البلدي. سير على الله يسخر المولاه ان شاء الله. كما سمعتوا الخوت 7700 درهم المشرى باش خداوه تبارك الله. شمشوا زين تبارك الله. السلام عليكم خوت حياكم الله الخوت اينما كنتم. الخوت كما ديما المكان اللي تنتواجدوا فيه راه تنديكراريو به. اليوم راه تنتواجدوا في سوق 2 قلعه السراغنه. اللهم بارك. بتاريخ 22/5/2023 غادي تسوقوا معايا اليوم تشوفوا السوق وتشوفوا الاثمنه. نحاول يغليظ قليل شويه الخروف بدري اليوم موجود تبارك الله. الله يبارك. نديروا افتتاح بهذه السليعه ديال الرحالي. اللهم بارك. عمي الرحالي كيداير بخير لاباس عليك؟ شحال هاد الخير تبارك الله؟ الثمن 2 52 تطلب فيها المشرى 48. المشرى 48 الخوت 2400 درهم. ولا ما هادي خدم العيد هادي ياك. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك. المشمشة هادي تبارك الله ديال السرح تبارك الله. اللهم بارك 2400 درهم. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. الله يبارك الخوت. شحال من راس يا عمي الرحالي؟ شحال؟ 18 راس. 18 راس الخوت. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك ما شاء الله. دخلنا النيميرو عمي الرحالي. قولنا النيميرو. 06 71 46 59 48 في الاخر. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك الخوت. الله يسر لك عمي الرحالي. الله يعاونك. السلعه راه مليحه. الله يبارك. مشتيتا احسن لا من سلعه لا من رحالي. الله يكبر بيك. جبت اخر اخوت. هذاك تاوقف مساكر وهذاك تا خويا هشام بخير. الله يحفظك. هادو راه الخوت راه تركتهم انا وهشام. خديناهم مع الكساب. خديناهم مع الصباح. اللهم بارك. خدينا هاد الجوج هادو وخدينا واحد دوك نوري لكم تا هو. الله يبارك. تبارك الله ولا ملاح. زور هذا شويه هشام كثير. هذا راه ملاكي تبارك الله الخوت هذا. اللهم بارك. راسنا الحليب هذا. ها؟ هذا راسنا الحليب هذا. راسنا الحليب الخوت. تبارك الله. هادو هشام شحال كانوا عطاو لمولاهم وشحال حيدنا ليه؟ شحال تنقص ليه؟ نقص ليه السوق. مليون و80 حيدنا ليه 600 درهم. عطاوه 14000 ديال الدرهم. عقب نديناهم ب 13500 درهم. مليون و68. المشرى باش خديناهم حنا. مليون و68. بحال حيدنا ليه. بحال حيدنا ليه 600 درهم. 13000. خلصناهم حنايا ب 13400 درهم. بجوج بهم هذا وهذا. ها هو اللي شاد ياسين. الله يبارك. حتى هو راسنا الحليب تبارك الله. اللهم بارك. هذا راه مليح راه عالمي. الله يبارك خويا هشام. مليحه بخطوف. دور حد شويه هشام. دور حد شويه لهي هشام. لاعب شعره والو. ماشي غير ماشي غير تيصبر. لا خليه سير. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. لا لا مليح مليح مليح. لاعب شعره مصطفى كرام لا. شو عليه؟ لا حبوب لا والو. ملوع الحب ملوع شي حاجه خايفه. بارك الله. استغرق يقولوا لي مليون و40000. هذا اللي كاينين نقولوا الرزق الله. هلا مليح. اللهم بارك. كما شفتوا الاخوان المشرى ديالهم كما خديناهم. المرقد راه من ولاد حمو. ولاد حمو مرقد زوين وخرفان انت عالفين ومشمشين تبارك الله. كانوا في الكوري وتيخرجوا للزريبه قدام الكوري ديما تشوب مليح. واه واه الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك. وهذا راه هما خوت بجوج باش خديناهم كما قلنا لكم الخوت مليون و مليون و 68000 ريال اللي شد مولاهم باش خلصناهم. هو راه كانوا عطاوهم مليون و80. ورزق الله الخوت اللي بغاهم. مرحبا راه النيميرو على الشاشه ومرحبا بالخوت. وهذا راه خديته انا وهشام تا هو خديناه ب 6000 درهم. ثني مليح وعنده القنبر هذا. اللهم بارك. ها القنبر هذا هو القنبر. شوف الراس بالضبط. حولي لحولي راه هو القنبر. القنبر وهذه تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. مليح الجودة مليح. هذا 6000 درهم الخوت باش خديناه. ثني الله يحفظك خويا هشام. الله يعزك. الله يحفظك. زروا ولا تجي هشام زروا. اللهم بارك. ثلاثة الحوالة ملاح خديتهم من اخويا هشام. مقيين. اللهم بارك تبارك الله.
والحب لا والو مصطفى. لا والو الحب ما نشريوش، لا هذا 6000 درهم وهذوك راه قلت لكم الخوت المشرق. الله يبارك، هذا راه عجبني في هذا الراس، الراس تبارك الله. حاولي ما نعاودوا هذا راه من راه هو المرقد ديال هذا. اي شريناه من عند مول هذو نيت. اللهم بارك، هما راه كله شريناه درنا لي ثمن ومن عند مول، هذا شريناه بثمن وهذا شريناهم بثمن، وهو من عند كساب واحد. اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك. بارك الله الخوت. صافي راه الدمره ديالك راه تما راه خاصك شي حاجه مرحبا. اي مرحبا. الله يحفظك خويا هشام، تحياتي. نشكرك بزاف خويا. بارك الله اللهم بارك الخوت، خيرات تبارك الله. شحال خويا عبد السلام كي داير بخير؟ الله يحفظك خويا. شحال الثمن خويا؟ المشرى. الله يعطيك الصحة خويا عبد السلام. 5.5 الخوت هاد السلعة هادي باش خدا هاد السيد. اللهم بارك. 1775 درهم. اللهم بارك تبارك الله، سلعة مليحة. شحال من راس خويا عبد السلام؟ 26 راس. الله يبارك تبارك الله. سلعة نقية الخوت. اللهم بارك. السلعة نقية تبارك الله. اللهم بارك. ان شاء الله ديال العام الجاي ان شاء الله اللي بغيت ديها ياك. اللهم بارك. دول حولين ان شاء الله ديال 2024 ان شاء الله لبقينا في الحياة. الله يبارك تبارك الله. الله يسر لكم السي عبد السلام. انت اللي بعتيها السي عبد السلام ياك؟ انت اللي بعتيها اليوم؟ الله يحفظك. 5.5 نيت ياك؟ ما كاين مزاح. الله يرحم والدين. الله يحفظك السي عبد السلام. السلعة راه باعها السي عبد السلام تبارك الله. واللي باع لك السيد توا سميتو السي عبد السلام نفس الاسم. الله يبارك. لا لا سلعه نقيه تبارك الله. ازيد الملح زيد الدقيق ياك. بنادم لازال شويه على 30 تدي شويه سلعه واقفه تكون نقيه. ما خروف 32 راه صغير الخوت بزاف. اي والله يصاوب الله يقد الوقت ويدوز هاد العواشر بخير وعلى خير ان شاء الله. تحياتي لكم خوتنا اللي تشاهدونا داخل الوطن وخارج الوطن. شو اتجاه اخر. الله يسر لك خويا عبد السلام، الله يعاونكم. بارك الله اللهم بارك الخوت، السلعه اللي خديت اليوم واخد الثمن كاين الخوت اليوم زيد الفلوس. وهنا ما كرهناش، هذه راه 34. هذه شحال بعتيها لي السي عبد السلام؟ 34 الله يرحم والديك. الله يحفظك. هذه 34 1700 درهم الخوت. الله يبارك. المشرة ديالها واش خديتها؟ شحال بعتو ليا من راس؟ 16 راس الله يرحم والديك. 16 راس. أييه 1700 درهم المشرة الخوت. نوريكم واحد السلعة راه خدتها. خذت هاد السلعه خذتها اغلى من وحده. ها السلعه الاخرى هي راه خذتها هادي. اللهم بارك تبارك الله. خذت هذيك اغلى من وحده ديال كساب واحد. عبد السلام شاريها مع ذاك السيد اللي شريت مع الدوالي الكساب هذا. انا شاهد وشريته مع الكساب، وهذاك عبد السلام شاريه مع الكساب اللي شريت من عنده انايا. اللهم بارك تبارك الله. هذه راه 33 و500. شاركين معايا جوج ديال الناس بها هذه الخوت. الله يبارك. 1675 درهم المشرى باش دينا هذه. هذه 18 راس. هذه تارك معايا صالح ولد المداني. الله يبارك. اللهم بارك تبارك الله. البيض البلد ديال الخوت سلعه هذه مليحه. هذه 18 راس و16 راس. الله يبارك. بارك الله. ها الورد تبارك الله نبت زين تبارك الله. هادي وهاد الخير هذا. اللهم بارك تحياتي الخوت ونمشيو اتجاه اخر. بايد البلدي الله يبارك. شو اتجاه اخر الخوت. بارك الله اللهم بارك الخوت. هذا راه خروف مليح اخو بوحم مشمس تبارك الله ديال السرح تبارك الله. ثني ياك؟ ثني كاسر الخوت. اسم رشوم هذا؟ نمرة جوج. نمرة جوج دوزي هام الخوت. اللهم بارك تبارك الله. احسن توب هو هذا ديال الخروف اللي يكون سارح ماشي الخروف ديال الكوري ديال العلف. يكون ما يحسك ها؟
ما يحسك ما والو مرجلي ما ضروه رجلي ما والو ما يعراش الله يرحم والدين. شحال خويا ابو بحم؟ 154 154 الخوت 7700 درهم اللهم بارك راه مليح الخوت دوزيام ياك دوزيام دوزيام الخوت راه مولاه بحري الله داخل الله هي الله يحفظك تبارك الله شارك في الجمعيه اللهم بارك الخوت تبارك الله السوبي راه معاه بحري داخل مولاه اي اعطينا باقي عنده العبار فولات مفروقات تبارك الله اللهم بارك تبارك الله كامل والله يبارك لا مليح وكاين القدر تبارك الله كاين القدار تبارك الله الله يبارك كما سمعتوا الخوت 7700 درهم المشرى باش خداو تبارك الله شمشوا زين تبارك الله الخير هذا اللي شد ابو بلاتي مصطفى بلاتي مصطفى لا مليح الله يبارك بارك الله بارك الله دخلنا نيميرو ابو محمد دخلنا نيميرو قولنا نيميرو 06 50 91 64 32 الله يبارك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الله يحفظك خويا الله يسر امور خويا ابو محمد تحياتي خويا تبارك الله الله يبارك حسان خويا هادو 4 مشريين ب 4 ياك اللهم بارك تبارك الله هذاك فرطاس هذاك ياك اللهم بارك معاهم لا مليح تا هو تبارك الله كاين العشاق ديالو تبارك الله اسنا الحليب هما تبارك الله شحال المشره ديالهم خويا الله يحفظك 8 68 68 الخوت 3400 درهم هادو هادو مشمشين اللهم بارك قاعد هذوك ود عمي قاعد الله يحفظك اللهم بارك تبارك الله 68 ياك سي حسان 68 3400 درهم هادو الخوت مشارك معك هاد السيد هيا الله يبارك تباعوا تباعوا مش هل بعتوهم؟ تباعوا بسبعين؟ ها؟ لو تباعوا بالرباح؟ الله يسخر مولاهم كمال خويا بخير الله يحفظك المشرى الخوت راه كما سمعتوا 68 ألف ريال وربعهم شوية ديال الرباح الله يسر مولاهم الله يسر الله يسر سلعة الرباح تجي بالرباح ديالك أخويا كمال قلنا النميرو ديال خويا كمال 06 99 40 63 77 الله يبارك ديتي اخو كمال وسلعة الرباح نمشي بالرباح ان شاء الله هيا الله يحفظك خويا 68 وديتيهم ب 6000 ديال الرباح ولو 70 قال 500 الله يحفظك ولو 69 و 500 الخوت اللهم بارك تبارك الله لا الاخر فنقيين الله يسرك خو كمال تحياتي رضوان كي داير بخير الله يكبر الحولي ملكي اللهم بارك تبارك الله ملكي ما يدور تبارك الله مليح اللهم بارك تبارك الله اجير السن خويا رضوان الله جابتنايا يلا جابتنايا الله يبارك يلا جابتنايا الخوت مليح اللهم بارك تبارك الله تبارك الله الله يبارك شحال خويا رضوان ثمن خويا المشرى الله يرحم والديك 166 الله يعطيك الخير تبارك الله 8300 درهم الخوت 166 حاولي مليح الله يبارك الخوت بارك الله اللي بغى اللف وحلا اللي بغى العيد حاولي ما نعاودوا هضره تبارك الله مليح مليح تبارك الله في صالة وزين وكل شيء تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله 8300 درهم 166 الف ريال الله يبارك خلينا النمرة خويا رضوان قولنا النميرو خويا المرضي 06 78 18 10 60 الله يبارك اللي بغاه مرحبا الخوت راه المشرى باش شاري ورزق الله وسلعة الرباح راه تمشي بالرباح ان شاء الله الله يبارك تبارك الله الله يسر خويا رضوان تحياتي خويا المرضي الله يحفظك تبارك الله خويا رضوان هادو الجوج شحال تبارك الله ملاحتهم اللهم بارك مرشومين هادو نعم مرشومين سوبر ديال الجمعيه مرشومين سوبر ايس هادو سوبر الخوت اللهم بارك شحال خويا رضوان الثمن هادو خويا المرضي خويا المشرى ديالهم 332 332 بجوج بهم اللهم بارك 16000 و600 درهم الخوت المشرى ديالهم بجوج بهم الله يبارك تبارك الله هذا مشري بوحدو 188 هذا 144 هذا 188 هذا فيه شي هذيك ولسيسه ولا شنو هي فيه ولسيسه هي الله يرحم الوالدين هذا فيه ولسيسه الخوت بحال ولسيسه 100 شحال 188 188 هذا ديال الفحله يا خويا الله يبارك فحل هادو تحسين الناس للخوت
9400 درهم هذا المسرى ديالو مرسوم سوب برئيس. الله يبارك تبارك الله نضرو معاه كامل اللهم بارك تبارك الله الفولات مليح اللهم بارك تبارك الله. وهذاك الاخر خويا المرضي رضوان هذا رباعي رباعي ورشو رباعي مرسلي هاد السنه وحده اي مرسلي وحده هذا شحال خويا 144 هذا الخوت 144 7200 درهم المسرة ديالو خويا المرضي الله يحفظك الله يعزك خويا بارك الله الله يبارك مليح. وهذا خويا تا هو نمرة واحد هذا نمرة واحد هذا بروميان الخوت هذا شحال خويا هذاك خويا مشري 130 130 6500 درهم اللهم بارك تبارك الله تبارك الله 6500 درهم خويا تني المشرى ديالو خويا اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الخوت ولا حولي مليح مرسوم بروميان هذا ديال الجمعيه الخوت هذا مرسوم بروميان اللهم بارك تبارك الله نضرو معاه كامل ومرحبا بالخوت الله يبارك تبارك الله تبارك الله قلنا النيميرو نفس النيميرو عاودنا النيميرو زير قول 06 55 60 37 47 الله يستر لك رضوان الله يحفظكم الله يستر الله يدير الخير داود عمي بخير الله يحفظك شحال عندك المليح الله يبارك شاري عندك عمر سميتو شحال عطاك فيهم شاطيتي عطيتي 45 انت باعي شاري مع الرباح 3000 يا الرباح هما المشرى ديالهم شحال 45 المشرى 45 المشرى الخوت لا لا ملاحات مغيزات تبارك الله المشرى 45 الخوت 2250 درهم اللهم بارك تبارك الله الله يبارك الخوت لا لا ملاحات ملاحات قعد حد شويه الله يرحم الوالدين اللهم بارك تبارك الله كما سمعتوا الخوت 2250 درهم 45 المشرى ملاحات هاد الحوليات هاد بدريات وغلاضات تبارك الله اللهم بارك تبارك الله زين وكل شيء تبارك الله انت واش بنقول لك عمر انت معايا عيب عليا كنت تعلي قنع مع هذا الراجل قنع معاه قنع معاه قنع معاه خلي تا هو يوقف وراك على الله اللهم بارك تبارك الله وليات ملاحات حد حد الله يرحم الوالدين الله يسر لكم تساعد مع الله يسر الله يعاون بارك الله الله يبارك حولي غليظه هذه اللهم بارك حسن خويا بخير الله يحفظك الله يعزك شحال هاد الخير الثمن هذيك بغا يفردوها هي هذاك السيد نيت كدير اي 46 وباقي ما قنعش معاك 2300 درهم هذه الخوت 46 تبارك الله الله يبارك الجمله شحال اخويا وتقعد مع داك الراجل هذا دريويش عطاونا 6000 ربحنا هوايا هو الله يربحو الله يدي شحال خويا جملة شحال جملة شحال تقول المشرى 43 ونص الله يعطيك الصحة 43 ونص المشرى 2175 درهم اللهم بارك المشرى هذا جملة وحدة راه عطاو فيها 46 بغا يفردوا عليه اللهم بارك تبارك الله الله يبارك الله يسر اخويا حسن الله يسر لك يا عم الله يعاونكم مرحبا اللهم بارك هذا اخويا عبد الله تا هو شحال 48 المشرى 45 و500 الخوت 2275 درهم عشرات الخروفات تبارك الله وغلاضات اسنان الحليب ياك اخويا كلهم اسنان الحليب الخوت
هادو اللي باغي الغولد، هذه سلعه ديال العيد ياك انت عارف. سلعه ديال الحليبه هي الحجم ديالها. تبارك الله، اللهم بارك، خير تبارك الله. حاولي غليظه هذه، اللهم بارك، الله يبارك، تبارك الله تبارك الله، ما شاء الله. صدقت فيهم شي وحده داره، ايوا هذيك ما تبيعهاش العياده. لا ما تبيعهاش العياده، سمعتي؟ ما تبيعهاش العياد، الله يحفظك، تقلد بها اخويا. الله يرحم والدي. شحال عطاوك اخويا؟ هذه صدقة الدارة الخوت، هذه شحال عطاوك فيها الدارة؟ 48 2400 درهم دارة الخوت. هذه دار ترخي؟ رخات رخات، واه دار الدرع، دار الدرع، واه اللهم بارك تبارك الله. ما كاين مزاح، ما كاين مزاح اخويا. الله يسر لك خويا عبد الله. دخلنا نميرو، قول لنا النيميرو ديالك. 06 55 12 95 75. الله يسر الامور. تحياتي يا خويا. بارك الله الخوت، الله يبارك. هذه راه عقبنا بعناها، بعناها ب 1000 الخروف. الله يسر المولاه ان شاء الله. بدا المرضي، ها هو ربعنا لهاد المرضي هذا رحماني. الله يسر لك، الله يسر لك ان شاء الله في السليعه. ربعنا لهاد السيد هذا، الله يسهل عليه. انا المهم انا. الله يبارك، ها المليح. لا بغيتي تكسبني، لا عاد سامح الحروج الا سامحك. الله يبارك. كما سمعتوا الخوت ديالي، خدينا ب 33500، ب 1675 درهم، ربعناها ب 50 درهم الخروف. الله يسهل على مولاه، الله يسر لي. راه ساكت انا وبصالح ولد مداني، راجل جيد، الله يعمر رضاه. الله يكرمك خوتي مصطفى، الله يحفظك، الله يكرمك، سير الله يعزك، الله يعاونكم. يلا يلا سير اولد عمي، الله يسهل عليك في السليعه. سير الله يسر، الله يسر ليك، الله يسر ليك. حسن خويا بخير، هذا شحال الثمن خويا؟ جيب سنتني كاسر مرشوم. مرشوم نمرة واحد، نمرة واحد بروميان، بروميان. اللهم بارك تبارك الله. بروميان الخوت، هذا راه ديال الفوحلة الخوت هذا، الله يبارك. وكلتي عاشق العيد. شحال خويا حسن؟ هذاك فاجا 160، عطيتهم 10000 ديال الربح. 170، 170 باش شديته. تبارك الله، 170 الخوت، اللهم بارك تبارك الله. 8500 درهم الخوت المشرى باش خداها حسن، تبارك الله. 170000 ريال، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ياك ياكل بسواد وينظر بسواد ويتمشى على سواد، الله يبارك تبارك الله. حولي مليح الخوت. دخلنا النميرو خويا حسن. 06 82 27 36 53، اللهم بارك تبارك الله. الله يسر، الله عاون، الله يحفظك خويا حسن. تحياتي خويا عبد القادر. شحال الصغيورين؟ شحال خويا؟ 31 31 1550 درهم، 31 الخوت. الخروف راه موجود اليوم بدري الخوت، ولكن راه الثمن كاين في السوق. الثمن جابته الوقت، 1550 درهم، 31000 ريال. شحال من راس هذون؟ 8. اي الله يحفظك، الله يسر لك خويا عبد القادر. تحياتي يا خويا. دير ود عمي بخير، الله يحفظك. هذا خير شحال؟ 52، اللهم بارك. 52 الخوت، 52 2600 درهم الخوت. هذه حوليه الكسيبه ولا ديال العيد؟ العيد ان شاء الله. اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك، اللهم بارك الخوت تبارك الله. وحيد هذاك، اللهم بارك تبارك الله. الخوت 52 2600 درهم. شحال من راس هما ولد عمي؟ 6. الله يبارك. حوليات ملاحات تبارك الله. اسنا الحليب فيهم وحده ثنيه، اي فيهم ثنيه مزيانه مخيره، مخيره تبارك الله. اي الله يحفظك، اللهم بارك الخوت بارك الله. لا لا مليح مليح، الله يبارك. حوليات ملاحات تبارك الله. الله يسر لكم، الله عاون، الله يعاونك يا ود عمي، الله يعزك. مرضي راه مولاهم 52 تبارك الله، اللهم بارك الخوت. قدير ود عمي هادو شحال خويا؟ 34 اللي عطاوك تبارك الله. 34 الخوت هادو، 1700 درهم، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك.
بارك الله، اللهم بارك الخوت. 34700 درهم الخوت. وهذيك شحال اللي في يدك؟ 37850 درهم هذه اللي في يدك. سنان الحليب. الله يحفظك، الله يسر الامور. تحياتي لك خويا. الله يحفظك، الله يبارك. سير حسن. اللهم بارك، تبارك الله الخوت. هذه راه بعتها هذا السيد، هذا الله يسر الامور، هذه السلعه اللي خذينا ب 33500 1675 درهم. قلنا لي بالرباح، الله يسر لي. سير سير الله يسر سير. هذا مصطفى. البيض البلدي. سير على الله يسخر مولاها ان شاء الله. سير الله يسر لك ان شاء الله ودعم. سير حسن. سير الله يسر. عندك عندك طون سي. حسن. لا سير اسمعي، سير عاونوا السيد. اسمعوا باش نرجعوا معاه، يلا نعاون.